خير خلف لخير سلف. الله يشيخ أنا أتعلم منه. لا منافسوني فلا منافسني بالسراج منافسني. طيب عمرك بعدك حنا الله يعزك يا أبو غلا ويسلمك. الله يحفظك حبيبي. أول شيء يا شيخ الله يكتب أجرك ويكتب الأجر جميعا. والله يا شيخ كلامك يسر من كل النواحي وفعلا الله يرفعك. احنا نتكلم عن أعظم أنواع البر. اليوم كم من شخص الله يحفظ من هو موجود من آبائنا وأمهاتنا، وكم من شخص أمه وأبوه راحوا من هذه الدنيا، واليوم والله العظيم والله انه يتمنى يسمع صوتها في البيت ولا يشوف بسمتها. انا قبل يمكن 3 أسابيع من الايام اللي كنت اجي فيها البرنامج هنا، رجعت ذاك اليوم من الـ من الـ من الرياض وصادفت اهلي ليله بس، واليوم الثاني داومت للدوام وهم سافروا في المضايف طبعا. اي نعم. وجيت داومت للدوام ورجعت واهلي مسافرين مشوا. والله اتصلت علي امي قالت لي احنا ماشيين وين؟ قلت والله انا خارج من الدوام. قالت ما يمدي يعني نسلم عليك لكن احنا بنمشي وان شاء الله باذن الله نحن. والله العظيم انها حزت في خاطري اعوذ بالله كذا في النفس. وبعدين دخلت البيت الهدوء تام. الله يحفظ امي وابوي اخواني ما حد في البيت. والله العظيم اني استوحشت في البيت، والله هميت اني اشغل سيارتي والحقهم. خلاص في نفسي كذا ما عاد البيت ما يسوى. هذا هم رايحين مكان بيهم ان شاء الله بيرجعون يومين بيجون. البيت ما عاد يسوى، البيت جدران اشباح ما عاد له اي قيمه. فاقول للانسان دحين سبحان الله، الله يحفظ امهاتنا. طيب امك وابوك قدر الله، الله يحفظهم، راحوا من ذي الدنيا. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقه جاريه وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. طيب انا بقول لك شيء، انت قادر تجمع الثلاث كلها في بهذا الوقت؟ لما تجي وتتبرع عن والدك هذا ايش؟ صدقه جاريه اجريتها عن والدك الى يوم يبعثون. وتخيل اجرها ونورها وبركتها وفرحتها وسعادتها على والدك، ورفعته باذن الله في الاخره بها. الشيء الثاني، ولد صالح يدعو له، انت تدعو له باذن الله في صلاتك وفي سجودك بان الله يرحمه ويغفر له. الشيء الثالث، من ضمن مصارف الوقف هذه تدريب تاهيل نفقة على الطلاب والأبناء في المدارس. فتخيل أنك أنت أضفت بعد أنه علم ينتفع به هذا الولد بإذن الله، أنه بيروح وبيتعلم علم وبيعلمه، والفضل الله سبحانه وتعالى ثم لمن؟ لوالدك والصدقة اللي أنت قدمتها وجرى فضلها وأجرها على هذا المستفيد. يا وكل الشيخ لما ذكر مسألة أنه إحنا في نعم في سمع وفي بصر، النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ كل سلامة من الناس صدقة. عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. سلامة كل عضو من جسمك. أنت تصدق على أن الله يخليك تشوف، وأن الله حافظ لك والديك، هذه مو بنعمة؟ هذه مو أكبر نعمة؟ أن الله يطيل أعمارهم يخليهم لك. إذا كانت يا الله، إذا نتكلم عن ذا الجانب والله العظيم أن ما نكفي ولا نوفي. لكن أنا أقول بادر اليوم، لأني والله العظيم ما أحد يضمن عمره ولا يضمن عمر من هم حوله ولا والدينه. فاسأل الله أن يحفظهم لنا ولكم ويطيل أعمارنا وأعمارهم على طاعته ومرضاته. قدم لهم، ترى في من ضمن يا أبو غلا ومن ضمن الطرق في الوقف متجر الجمعية إهداء. الله. أن تدخل على متجر الجمعية الآن، أدخل المبلغ من 150 450 السهم ثم أرسلها لوالدك رسالة. يا كبر فرحتها، والله العظيم يا كبر فرحتها. سويتها قبل 3 أسابيع تقريبا هنا في الصباح، تبرعت عن والدتي ثم أرسلت لها رسالة. والله خرجت من الحلقة اتصلت علي أمي قلت الله يبيض وجهك يا ولدي، الله يرفع قدرك ويعلي مكانك، والله اني صحيت من النوم وشفت رسالتك هذه والتبرع، فالله يخلف عليك خير منها يا رب، والله قالت لي بهذا اللفظ، الله يا ولدي يرزقك بفلوس مثل الرز، ما تعد، الله يا ولدي يخلف عليك بكل خير، يكفيني طيب هذه الدعوات يا جماعه، والله العظيم انها تكفي، يا اخي تبي الله ييسر امورك قدم ثم روح لوالدينك، فرحهم كلهم يدعو لك الدعوه الطيبه دي. إذا كان دعوتهم في كل حال بإذن الله أنها مستجابة، كيف في هذه الحالة وأنت مفرحهم مدخل السرور وانشراح على خواطر؟ فالله يكتب لنا ولكم.